طب وإذا قلنا إنه يؤمر بالصلاة يعني السنة السابعة مثلا أو حتى في العاشرة يضرب عليها، إذا قبل أن يصلي لابد أن يلتزم بشروط صحة الصلاة، يعني ما يصلي بدون وضوء ولا يصلي إلى غير القبلة، وإنما يصلي الصلاة الصحيحة، ما يتساهل في هذا الأمر، لكن يتساهل في ستر العورة، يتساهل في ستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمقصود بالحائض البالغة، فدل على أن غير البالغة لا يلزمها الخمار، غير البالغة لا يلزمها الخمار، مفهوم الحديث. فيعفى عن هؤلاء الأطفال الصغار المميزين غير البالغين، يعفون من ستر العورة، يعني يسترون فقط القبل والدبر، هذا الذي يجب. يعني لو صلى الرجل الكبير أو الرجل الكبير نقول طيب كاشفا عن فخذه لا تصح صلاته، لكن لو صلى الصبي الصغير أبو 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات وكاشف عن فخذه صلاته صحيحة، لأن هذا الشرط ساقط عنه. كذلك البنت الصغيرة ستر عورتها في الصلاة ليس كستر عورة أمها، فالمرأة في الصلاة تستر جميع جسدها عدا الوجه والكفين، بينما البنت الصغيرة تصلي حتى لو كان شعرها خارج طالع وكذا ما عليها شيء، تعلم نعم، لكن نقول لو صلت تصح صلاتها، تصح صلاتها لأنها غير بالغة. نعم.